بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا يحدث لك إذا حقنت نفسك بعصير الفواكه؟ ماذا يحدث لك إذا حقنت نفسك بعصير فواكه؟ لو حقنت نفسك بعصير فواكه طبعا الكل مستغرب من الموضوع ده، ولكن هذا ما حدث بالفعل. كانت هناك امرأة صينية عملت عصير فواكه واستخدمت أكثر من 20 نوع من الفاكهة وعملت منه عصير فواكه، ثم حقنت نفسها بهذا العصير متخيلة أنها سوف تتمتع بصحة جيدة. ولكن ما حدث، كادت هذه المرأة الصينية أن تموت بعد حقن نفسها بعصير الفاكهة هذا التي جمعته من أكثر من 20 نوعا من الفاكهة، فكادت أن تفقد حياتها. وعانت هذه المرأة الصينية والتي كانت تبلغ من العمر 51 عاما من أضرار في الكبد والكلى والقلب والرئتين، وظلت في قسم العناية المركزة لمدة 5 أيام. وطبعا بعد ما دخلت المرأة العناية المركزة ومكثت فيها 5 أيام، تم نقلها إلى القسم العام إلى أن تم شفائها تماما وخرجت من المستشفى. ولكن هذه الحالة تظهر أن هناك حاجة لأن يكتسب الشخص العادي معارف صحية أساسية. يبقى لازم أي شخص لازم يكتسب معارف صحية أساسية، وقبل ما يجرب حاجة على نفسه أو على غيره لازم يكون عنده معارف صحية أساسية عشان ما يوصلش إن هو يضر نفسه أو يضر الآخرين. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يصلك أجدد فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.